السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي. لا تنسى الاشتراك بقناة التليجرام الموجودة أسفل الفيديو، قناة ننشر بها كل أخبار التربية والدوائر الخدمية والأخبار العاجلة أولا بأول. اليوم أكثر الأخبار عن خطر كورونا واللي بدأ يقترب إلى العراق، وإن شاء الله الله يحمي العراق، وتأجيل للامتحانات نصف السنة الدراسية وإجراءات أخرى تتخذها محافظة النجف. راح نتعرف على بعض التفاصيل من خلال الفيديو، واللي يريد يتعرف بعد أكثر يقدر يدخل على الرابط الموجود أسفل الفيديو، راح نقول لك المدونة اللي احنا هسه نشوف بها الخبر. خطورة كورونا في العراق بعد إعلان حالة في النجف، وأول إجراء متخذ هو الحجر للمدرسة الدينية اللي يدرس بها هذا الطالب الإيراني الجنسية، وتأجيل كافة امتحانات نصف السنة إلى إشعار آخر لكافة المراحل. اليوم أعلنت دائرة صحة النجف عن إعلان حالة إصابة شخص من الجنسية الإيرانية بفيروس كورونا بعد التأكد من أن المصاب يحمل الفيروس المستجد نفسه، علما أنها نفت يوم أمس عن وجود حالة كورونا في مستشفيات النجف لحين التأكد من الحالة. بعد ما رسلوا العينة إلى المختبرات أكدت الحالة أنه الشخص المصاب هو يحمل الفيروس كورونا، وتم اتخاذ اللازم مع المصاب الذي يحمل الجنسية الإيرانية وهو طالب في إحدى المدارس الدينية في النجف الأشرف، وحجره وعزله تماما حسب قول الدائرة، وتم حجر المدرسة الدينية في النجف الأشرف، وطبعا الصور موجودة في المدونة. وأكدت وزارة الصحة عدم تسجيل إصابات كورونا ما عدا ما أعلن عنه في النجف للطالب الإيراني في الحوزة الدينية. وأكد وكيل الوزير حازم الجميلي أن الوزارة ستنشر جميع الأخبار المعنية بالوباء بشكل عاجل لتحذير المواطنين، فيما أشار إلى أن من تظهر عليهم أعراض أو الإنفلونزا العادية أو مشابهة للإنفلونزا تراقب حالتهم صحيا، وهذا لا يعني أنهم مصابون بكورونا. ووضعت النجف أرقام خاصة بالتبليغ بمشتبهين إصابتهم بالمرض أو من يصاب، وإلزام السكان البيوت في حالة الشك بإصابتهم بإنفلونزا أو أي أعراض مشابهة. هذا وأعلنت مديرية تربية النجف أن المدير العام عادل البصيصي قرر تأجيل امتحانات نصف السنة حتى إشعار آخر ولكافة المراحل في محافظة النجف الأشرف، وذلك حفاظا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلبة. وقد استاء بعض الناس من استمرار الرحلات لخطوط الجوية العراقية مع إيران من وإلى، حيث أظهرت جداول رحلات الخطوط الجوية العراقية اليوم الاثنين وجود 4 رحلات من وإلى إيران بين مشهد وطهران وبغداد والنجف، وذلك بالرغم من تسجيل أوصل إصابة بفيروس كورونا لطالب إيراني داخل النجف، وتوصية خلية الأزمة بإيقاف الرحلات من وإلى إيران، علما أن المصاب قد دخل إلى العراق قبل قرار حظر الدخول والخروج من وإلى إيران. اللهم احفظ العراق من كل شر وسوء وأمراض من شمال إلى جنوبه، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة اللي تنشرها هسه مواقع التواصل واللي خاصة بكيفية الحفاظ والابتعاد والإجراءات اللازمة للتقليل من انتشار الوباء وأمراض الخطيرة، ومنها الفيروس كورونا اللي هسه هو أصبح حديث الكل، والآن هو أصبح في محتوى البلد داخل مستشفياتنا وفي المحافظة العزيزة محافظة النجف، وإن شاء الله يتم اتخاذ إجراء اللازم بشدة وبحزم لتجنب انتشار هذا المرض في البلد. اللي يريد يتعرف على التفاصيل أكثر يدخل على الرابط الموجود أسفل الفيديو، راح ينقلك إلى الرابط الموجود أمامكم واللي يخص بقرار تأجيل امتحانات نصف السنة بسبب إعلان حالة إصابة شخص بمحافظة النجف. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات. تحياتي لكم أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء.